سوطة وكبال وبوزبال على أصوات ما أصوات اسمع وتمتع عشيري. مرحبا بكم في نشرة أخبار شبه الجزيرة والعربية من استوديوهاتنا بالعاصمة الدوخة من خطر. إذن كما سمعتم معكم الكابال والسلطة وبوزبل، نفتتح هذه النشرة بأولى أخبارنا من المغرب. وفي أول الأخبار، لازال القطار السفاح وابن عمه التراموي قطع طرق يحصد الكثير من الأرواح عباد الله القاطعين ويزرع الرعب والخلعة أينما حل وارتحل. وغدا الاسفرار يطلي وجه كل عابر لسكة الحديدية رعبا من مفاجآت هذا السفاح وأخيه قاطع الطرق الترامواي الذي لا يعترف لا بالضوء الأحمر ولا هم يحزنون. مراسلتنا كريمة خزامة توافينا بالتقرير التالي. شكرا الأخ كبال، دائما أي حاجة فيها صداع كتصفتوني غير أنا، هذه هي المساواة، طلبنا المساواة وندمنا. المهم، لقد تعددت الأسماء والمكان واحد، إنه هذا الممر، ممر الموت الذي يوصل لشاطئ البحر. العديد من الرجال الذين كانوا ينوون عبور السكة التي يمر منها الترامواي كانوا ينوون العبور إلى البحر، كانوا ينوون الترمل، فترملت نساؤهم. نعم، لقد ترملت نساؤهم بينما وجدوا أنفسهم في المقبرة حيث لا حنين ولا رحيم. عفوا. نعم أخت خزامة، يا ترى ما هي الإحصائيات لحد الآن؟ حالات تقشعر لها الأبدان، يعني حالات. المهم، الإحصائيات ستتكلم أكثر مني. الإحصائيات بالنسبة لممر الموت فهي كالتالي: حوادث ما فيها ما يتشاف 7 حالات، حوادث دقة بطلة 9 حالات. أما الذين نجوا بأعجوبة فقد أصيب معظمهم بداء الخلعة أو ما يصطلح عليه ببوصفير، وأيضا داء البيبي اللا إرادي. وهل تشكلت يعني هناك؟ نعم بالفعل تبقى حوادث بغج الطموبيلات على رأس القائمة الإحصائيات، يعني طموبيلات تبغجت حيث تحولت 20 سيارة إلى أطلال، إلى كومة أطلال بعدما طحنها القطار، قطان الكافر عن آخرها. سكان المنطقة المجاورة كانوا أكبر المستفيدين من أفراي السيارات المتوفية، حيث حولوا شاصياتها وكرداتها إلى موائد للأكل من باب كسائد قوم عند قوم موائد. من ممر الموت كانت معكم كريمة خزامة. ألو ألو ألو، إن لله وإنا إليه راجعون. عرفت عملة الين انتعاشا كبيرا في سوق درب عمر بعد النجاح الساحق الذي حققته مبيعات شركة توشيكان أينشو سامبا زوروروتو نيجايا كاناو. مبيعات فاقت كل توقعات من DVD جديد يحمل ماركة من النوع الجوطابل الزبايلو، تستطيع عبره تفرج على 2 فيلمين كاملين قبل رميه في سلة المهملة كرم الله وجهكم. سعر DVD يصل إلى قرفية واحدة أو ما يعادل ينا. وتعبيرا عن هذا الانتصار الاقتصادي العظيم، أقام الصينيون حفلا بهيجا في ساحة درب عمر أحيته الفنانة الكبيرة عائشة تشينويت، وحضره كل من جاكي شان وجيت لي. وبفعل كان حفلا بهيجا وفي نفس جو البهجة. دائما مع المراسل الذي حاضر معنا الآن في الاستوديو بوزبال. أتيتنا بخبر اقتصادي. عندي خبر اقتصادي. عرفت بورصة الدار البيضاء انخفاضا حادا بسبب هجرة رؤوس الأموال نحو كوريا الجنوبية، وجاء ذلك بعد تأثير أغنية غانغام ستايل. غانغام ستايل، غانغام ستايل. وقد أثرت أغنية غانغام ستايل على التوجهات الفكرية لرؤوس الأموال، حيث قرروا الاستقرار هنالك من أجل الحصول على رقصة مع بسي صاحب الأغنية. هذا ويرتقب تعويض هذا النقص بعودة اليد العاملة التي هاجرت المصانع تزامنا مع العيد الكبير، في حين عرفت السوق المحلية كثرة نشاطات أصحاب الفيترينات والفراشات الذين احتلوا الأرصفة وجنبات الطريق مرددين عبارات الرجال والغلوالو من البالة الطابلة والمايو المايو. ويي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 ي
هذا ويرتقب من وزارة الاقتصاد أن توقع على اتفاقية التبادل الحر مع سوق الأربع البال من أجل تسويد القريع وباب مراكش بكل القطع الأصلية من أكل كلاس ومايك وكل ما يصطل عليه بالبياس دوريجين الحطة والعصرة فراس الدرب.